ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شب حريق مهول في سيارة عائلية على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين سيد قاسم وسيد سليمان أمس الاثنين، مما أدى إلى احتراقها بالكامل. ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح ما عدا الخسائر المادية. وقد أظهر شريط فيديو تناقلته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة احتراق السيارة والنيران تلتهمها، فيما عزى بعض النشطاء سبب الحادث إلى تماس كهربائي، فيما هرعت إلى عين المكان السلطات ورجال القوات المساعدة من أجل إطفاء الحريق. ومن جهة ثانية، طالب النشطاء من المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل السفر، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. سي نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.